باقي درجات مساء أمس بالدار البيضاء حفلا تكريميا على شرف عناصر المنتخب الوطني الفائز بالنسخة 25 من طواف المغرب، والذي نظم في الفترة ما بين 23 مارس الماضي وفاتح أبريل الجاري. سهام كليف بكاميرا عبد الحق بيوت. حفل تكريمي على شرف عناصر المنتخب الوطني لسباق الدرجات الفائز بلقب الدورة 25 لطواف المغرب والعناصر الوطنية المؤهلة لمنافسات الألعاب الأولمبية لندن 2012، نظمته مساء أمس الجامعة الوصية للاحتفال بإنجازات السنة وتكريس ثقافة الاعتراف والتكريم. الفريق الوطني فاز بالدورة 25 لطواف المغرب المنظم تحت الرعاية السامرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشرف المغاربة وكرس المكانة ديالو كبطل إفريقي عربي إسلامي. إذا لابد من الاحتفال بهذا الإنجاز العظيم. تأهل الدراجة المغربية إلى بطولة العالم 2010-2011 وضمان الحضور في الدورة الأولمبية، واعتلاء المنتخب المغربي صدارة الترتيب الإفريقي عوامل وأخرى تجعل الدراجة المغربي مطالب بالتميز وحصد الألقاب الدولية. المشاركة ديالي في الألعاب الأولمبية فهذا يعني شرف كبير بالنسبة لي وبالنسبة للدراجة الوطنية، فيعني يمكن نقول بأن أي دراج في العالم باش يشارك في الألعاب الأولمبية فإلا وهو يعني محظوظ، ماشي سهل باش تأهل الألعاب الأولمبية. وبالنسبة للحظوظ في الألعاب الأولمبية فكنتمنى إن شاء الله نشرفوا الدراجة الوطنية. يذكر أن المنتخب الوطني لسباق الدراجات سيدخل تربصا إعداديا قبل أولمبياد لندن 2012 بمدينة إبزيك الألمانية كمرحلة أولى.